السلام عليكم اليوتيوبر. في كل بقاع العالم وفي العالم العربي والإسلامي وخصيصا في الجزائر، الجزائر التي تقع في إفريقيا، الجزائر في قلب الجزائر المطلة على البحر الأبيض المتوسط. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم أخوكم قدور الهادي. اليوم راني حبيت ندير فيديو باسكو رانا فتنا نص ساعة سيدنا رمضان الفضيل، وراني سمعت بلي كاين بزاف حوادث مرور مميتة مالوروزمون بسبب تهور بعض السائقين بسبب السرعة المفرطة، سيرتو قبل الأذان الناس تولي نرفازة، تولي طايرة، تولي تمشي وتطير. كيف فا دوسمون عارف سولمون نتا كرح الميدة باش تاكل نهار كامل نتا صايم، هذاك الصائم فرحة لفطره وفرحة للقاء ربه. نتا كرح تفرح بالفطور تاعك، ما تحولش هذيك الفرحة إلى مأتم وما تلحقلهاش مابا، ما تلحقش مابا لهذيك المائدة هذيك تاعك، ما تشرب جرعة ما تشربهاش تموت في الطريق. ولو شوية لعقلكم يا عباد الله، وربي يثبتنا ويثبتكم إن شاء الله. ولو شوية لعقلكم وكل واحد منا ينقص من السرعة. قدور الهادي يناديكم من 48 ولاية، من الشرق للغرب من الشمال للجنوب، كل واحد منا ينقص من السرعة تاعو، واللي عنده طراجي غدوهم داك يرقد بكري يرحم والديكم، خاطر خلاص خلاص الحديد هذا ولا بأس، ولا بأس شديد. أردوا بالكم إخواني الكرام، حبيت نطرق كذلك لكورتاج رانا في 21 جوان هذا يلي فات، دخل فصل الصيف بصحة والهنا علينا وعليكم إن شاء الله. ألور يكثروا فيه فصل الصيف، يكثر فيه الكورتاج، يرحم والديكم، كونوا شوية واعيين. أنا خطراني شافي رحت كورتاج مع فاميليا هربوا عليا، اللي كان يسوق في القافلة الأولاني، فاميليا اللي كان يسوق في القافلة الأولاني كان بالبورش كايان، وأنايا بالماروتي، ماروتي لاميل. إبا إخواني أخواتي هربوا عليا ولا تبحرت عاود وليت للدار بسبب السرعة المفرطة. حبيتها لو كان داروا لها غير هذيك الكايان، هذيك البورش لو كان داروا لها غير جنحتين فلا ربما ولا غير ديكولي وطير نورمال عادي. واش كاين سيتي با لا فان دو موند، ما حضرتش الا العرس انا والمراه والدراري، عاودنا ولينا للدار نورمال. نحن نقتل انا نقتل روحي وزيد نقتل اهلي باش نلحق للكورتاج. اذا البول كورتاج تاعكم كاع جو فو زون ميرت توس، حاشاكم وحاشا حضركم. ما انا نمشي بالعقل الكورتاج يروح عليا، الله يسهل نعاودو لي للدار. نسيت نحاول كيفاش نعرف المضرب، عرفت ما عرفتش بغا نعاود نولي للدار. ما نقصش انا العائله تاعي كومبلي على جنب باش نلحق الكورتاج، سي لا فولي هبال. مالا اخواني اخواتي، انا قدو الهادي يوصيكم كي يكون عندكم فرح سيو كيفاش، ما تحاولوش الفرح خليوه فرح، ما ترجعوش معتم. قبل الكورتاج الفاميليا كاين دو فامي، الفاميليا تاع العروس والفاميليا تاع العروسه، يديروا بتيت ريونيون بتسمي هذا اسمس لحقلي في التليفون، يديروا اون ريونيون دو 5 مينوت قبل الكورتاج ويهضروا باللي لي يقودوا الكورتاج لازم يكونوا ناس كبار عقلاء، لازم يكونوا ناس كبار لي يسوقوا لي يحكموا الكورتاج اليونانيين. ولاكش ما كاين لي جان يديروهم اللور ويحلفوا فيهم، قال بالك اش واحد يدوبلي لي جان، ماشي هما في القافله ماشي هما الاولانيين، لي فيو لي تقال لي رزين لي رزين ديرو هو الاولاني، ولي جان لي راهم اللور وصوهم ووعوهم، قال حتى واحد ما لازم يدوبلي، كل واحد يحكم بلاصتو، كل واحد يحكم من الدروه تاعو، ديروا لي فيو دي تراس تاعكم كل واحد يحكم من الدروه تاعو في امان الله. والفرحه هذا ان شاء الله ما نحولوش الى معتم والى جنازه، وتبارك الله فيكم. ريليون فاميليال تجمع بيناتكم مليحه، ان الذكرى تنفع المؤمنين. وعي خوك فاميلتك لازم توعيه، بالك هو ناسي، بالك هو رايح كورتاج راح يجري يطير يدير حدث راح يقتل العائله هذيك
هذاك العرس يتحول الى مأتم والى جنازه. وعاهنا الذكرى تنفع المؤمنين، ديروا اجتماع قبل الكورتيج بسامين وتدمين تلفونس، قال هاوليك يا جماعه لازم نمشيو بالعقل، وناس العقل هما اللي يقودوا القافله تاع الكورتيج. تبارك الله فيكم، ان شاء الله لا اطيل عليكم. حبيت نزيد نضيف حاجه اللي هي المشيه البطيئه في الطرق. كاين بعض من الناس ما نقدرش نقول لك الله غالب عليهم، باسكو راهو يخطر، ونورمالمون الدوله تاخذ بين الاعتبار هاد ليكا. هذا كاين بعض من الناس يخرج للطرق يحكم الميليو ويمشي ل 40، يمشي 40 ولا يمشي 45 ولا 50، وحاكم لي الميليو تاع الطرق. كاين لي نوفو بيرمي، كاين لي ما يعرفش يسوق، كاين لي علاش، ماشي حرام ماشي عيب، ما كاينش لي زاد معلم، كاع كلنا ما نعرفوش نسوقو. مي بصح حبيت تمشي بالعقل ما تخرجش للطرق يا اخي الكريم، حبيت تمشي بالعقل ما تخرجش تمشي لي 40 انا في وسط الطرق، على بالك بلي راك تقدر راك تقدر دير حادث مرور ولا ما على بالكش. امشي في الصف تاع الناس اللي هم يمشوا في الطرق، امشي معاهم في الصف، ام يمشوا 80 امشي دون ليكيفالون، امشي 70 امشي 65 بعد ماشي 50 ماشي 45 وانت حاكم لي لو ميليو تاع الطرق. ما من عندك مشكل في الموتور ولا راه كومبان ولا دير لي فو دي تريس، وحكم لادروات شد سبعات وحكم لادروات، يا حكم الوسط ويمشي بالعقل. علاش تعرق حركة المرور في الطرق؟ علاش؟ لماذا؟ خلاها لك باباك، لا حول ولا قوة الا بالله، ربي يهدينا ويهديكم. نورمالمون القانون يعاقب الناس اللي تدخل لوطوروت ويمشي بالعقل، الحركة البطيئة هذه نورمالمون جاب جي لامبريسيون بلي في لترونجي يعاقب عليها القانون، باسكو سي ان فاكتور كي فا كريي ان اكسيدون دو روت، يعاقب عليها القانون. لوطوروت مديورة للسرعة ماشي باش ماشي السرعة الجنونية، لازم تريسبكتي لي بلاك اللي راهم موجودين على حافة الطريق في لوطوروت. 80 تمشي 80، كاين وين شوية على برا في فلست واس والاخرين هذوك باك تلحق حتى 120 تمشي 120 نورمال عادي بدون اي خطوره، مدروسين هذوك لي بلاك. وكاين بعض من لي بلاك كذلك محطوطين بطريقه عشوائيه، نقولها ونعاودها، كاين دي بلاك محطوطين بطريقه عشوائيه يسون مال بلاصي. على نطلب من السلطات المعنيه ياخذوا بين الاعتبار هاد لي بلاك هادو ويزيدوا يدرسوهم مليح. كاين واحد الخرجه في كي نكونوا في حوج الكازوز نخرجوا ناخذوا لا بروميير بروت اللي تاخذ على الدروات، ندخلوا في واحد البراج تما فيه تونال ما نعرفش البلاصه هذيك، كي نخرجوا نلقاو طرق حطها ها بداو يديروا فيراج. البلاكه هذيك فونطا كي طونطا مي حطها هذيك بلاكه مكتوب فيها 120 كيلومتر الور. الطرق حطوا فيراج ان غرو فيراج ماشي فيراج صغير باش نتفاهم، 120 انا جاب ربي فيها مبالغه في هذه 120 في اطروت مع وجهه هذاك في فيراج، لازم يعاودوا اعاده النظر في هذاك لوندرو هذا. وخلي كاين بلايص واحد اخرين ثانيك اللي اشارات المرور تقدر تكون محطوطه موضوعه بطريقه عشوائيه. اذا هذا راني اكدت عليه ورمي بوتو بزاف، وخاصه في سيدنا رمضان الكريم كاين بزاف الموتى. اخواني اخواتي مشوا بالعقل يرحم والديكم، وكملوا رمضان هذا بصحة وهنا، وتقبل الله منا ومنكم، وملاقات الخير إن شاء الله، نتلاقاو في ساعة الخير إن شاء الله، وإلى الحديث بقية، السلام عليكم ورحمة الله، صحيتو صافي طرقم كامل صحيتو.